هعرض لك مجموعة من الصور عشان يعني عايز أعرف رأيك في كل واحد، هنشوفه دلوقتي. فهبدأ معاك بأول صورة ونروح ونشوف مين وترجع تعلق عليه. طيب كابتن محمود الخطيب. لا كابتن محمود الخطيب يعني شخصية محترمة جدا، والواحد بيتمنى له الشفاء طبعا، وإن شاء الله يعني الواحد نفسه يقابله. حصل مكالمة بينك وبينه؟ لا لسه ما قابلتوش. لا طبعا. لكن نفسك تقابله اكيد؟ اكيد طبعا. يعني الكابتن خطيب تاريخ كبير، وان شاء الله يعني يبقى ليا نصيب واشوفه ان شاء الله. طيب نروح للصوره الثانيه. محمد صلاح. الله اتمنى له كل التوفيق طبعا الفتره الجايه، وان شاء الله زي ما قلت لك ان شاء الله يبقى هداف تاني الدوري الانجليزي، تاني ياخد هداف الدوري، وان شاء الله يبقى احسن لاعب في الدوري الانجليزي تاني. طيب نروح للصوره الثالثه. كابتن ربيع ياسين. لا ده كابتن ربيع ياسين لو قعدت اتكلم عليه مش هدي له حقه يعني. مش بتجاملني يعني؟ لا مش بجاملك والله. يعني انت حضرت المواقف طبعا كلها اكيد، ويعني كابتن ربيع وقف جنب كتير، ويعني مش انا بس، ده وقف مع جيلي يعني ناس كتير جدا يعني. فاحب اشكره طبعا واوجه له كل الشكر، وان شاء الله يعني بشوفه على خير. طيب اخر صوره معانا، وحد يعني من الناس اللي اكيد نجوم النادي الاهلي. لا لسه معانا كمان صور. طب كويس. لا كابتن وليد طبعا شخصيه محترمه جدا، واتمنى له التوفيق الفتره الجايه، وان شاء الله يعني يحقق. شايف كابتن وليد ادى مثل للتاريخ اللي كنت بتكلم فيه، وفضل التاريخ عن المال؟ اه طبعا. شايف يعني ان هو يتالق وان هو مرشح لاحسن لاعب في افريقيا، هل ده هو طبعا كابتن وليد يستاهل كل اللي هو فيه، ولان هو مجتهد جدا ومخلص جدا في شغله، وان شاء الله يعني يحقق بطولات يعني الفتره الجايه. طيب هنروح للصوره اللي معانا اللي بعد كده. علي معلول. ضحكت قوي انت في علي معلول. انت معلق انت مع كابتن علي؟ لا خالص، ده علي من اللعيبه الجيده جدا. طبعا اللعيبه المحترمه، اللعيبه المخلصه. هو لاعب كويس جدا، واضافه لاي فريق يلعب فيه او النادي الاهلي او المنتخب تونس. فان شاء الله يعني ربنا بس يبعد عنه الاصابات، وان شاء الله يعني الواحد يحاول يستفيد منه في ماتشات او في تمرين يعني ان شاء الله. طيب عايز اخد منك كلمه لكابتن سونا، واحد من المدربين اللي ليهم فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى عليك، بدايه من نادي الاسماعيلي. والله احب اشكره طبعا. كابتن سونا يعني من الشخصيات المحترمه جدا، وان شاء الله يعني اتمنى له التوفيق في حياته، وان شاء الله يعني اشوفه على خير برضو كابتن سونا، وان شاء الله احاول اتواصل معاه يعني. طيب عايز بقى منك قبل الختام كلمه تقولها او توجهها لجمهور النادي الاهلي، تقول له ايه؟ والله احب اشكرهم طبعا على الكلام الجميل اللي انا سمعته ده، وان شاء الله يعني ابقى عند حسن ظنهم والثقه بتاعتهم الكبيره اللي هي فيها دي، وان شاء الله يعني ابقى عند حسن ظنهم. محمود شرفتني ونورتني واستمتعت بوجودي معاك، وان شاء الله انا اتمنى لك كل التوفيق، وزي ما قلت لك بندعمك، وان شاء الله نفضل وراك وفي ظهرك وفي ورا اللعيبه كلها، وان شاء الله يكون ليك نصيب سواء في بطوله الدوري مباراه يوم الجمعه او اول مباراه في بطوله دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. نشكرك يا عمر، ربنا يخليك. كنا مع حضراتكم مع نجم النادي الاهلي الوافد الجديد الكابتن محمود وحيد، وتكلمنا معاه في كل ما يخصه في المرحله القادمه. نتمنى له التوفيق ان شاء الله، تكون بدايه موفقه لي مع مستر نصرتي بكره في اول التدريبات. نشوفكم دايما على خير في الاهلي الليله. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.